انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية تلاصيلة، حيث انطلق منذ اللحظات قليلة شوطنا الحادي عشر المخصص للإبكار محليات على صايل هجن الداري والاستقرار في انطلاقاتها وتحدياتها المثيرة والمميزة، دائما أسير كالعادة إلى المقدمة مع المركز الأول في هذه اللحظات. هذه اليافل من تتقدم على الصدارة، عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى ياتي بانطلاقة اليافل النغلة إلى المركز الثاني. هذه خداعة، سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري ياتي بشعاره ويقدم لنا خداعة على مستوى المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث، الوصول، التقدم من الفارعة سعيد بن عوض بن خويتم العامري، بينما المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من زعفرانة علي بن راشد بن متعافي المنصوري، والمركز الخامس وصول وتقدم من روعة خليفة بن سعيد بن زاهر الأخيلي ياتي في انطلاقاته وتحدياته. هنا النداء مستمر دائما للعشر المراكز الأولى، انتقل إلى المركز السادس، انتقل مع حفلة سعيد بن حمد بدليله العامري، والمركز السابع في هذه اللحظات. هذه فرحة سلطان، هناك ايضا سلطان بالحدي بن مصبح الاكتبي اللي خذت المركز السابع، بينما المركز الثامن وصول وتقدم من مياسة سلطان بن عبد الله بن ميثان القمزي هنا في هذه اللحظات. المركز التاسع هذه اللي تسللت اللي قادمه اللي حضرت بينونه مبارك بن سويد بن قران المنصوري، وعاشر النداء هنا وختام النداء مع المركز العاشر مع الجذابة محمد بن حامد الحبروت، هكذا أيضا شعاب الحم، هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى هنا. الله، يا هي شعارات، يا هي أسماء انطلقت في هذا الشوط مع العشر المراكز الأولى هنا في هذا المسار، في هذا الانطلاق، في هذا التحدي، في عاصمة الميادين، في ميدان الوثبة أقوى الميادين. واعتاها هنا، أعود إلى المقدمة الأولى، اليافل من تاتي على الصدارة، اليافل عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى يقدم لنا اليافل، المركز الثاني زعفرانة علي بن راشد بن متعافي المنصوري يقدم لنا زعفرانة على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذا هو شعار سالم بن عبد الله راعي الطيرة العامري يقدم لنا خداعة على المستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من روعة خليفة بن سعيد بن محمد بن زاهر الأخيلي. الأسماء بدأت بالتقدم، الشعارات بدأت تتحرك من المراكز الخلفية بهذه الأسماء بهذه الشعارات بسجلها الذهبي منذ الصغار حتى سن الإبداع وسن الإذاعة. القادمة هنا حفلة سعيد بن حمد بدليلة العامري يقدم لنا حفلة في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، رقص وثباوي، رقص في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة. القادمة سمحة سليم بن عبد الله بالورعة العفارية ياتي بانطلاقة سمحة في هذا المسار في هذا التحدي. أرى هناك القادمة شعار مبارك بن سويد بن قران المنصوري يقدم لنا بينونة في هذا الانطلاق، وهناك نوش جمال بن غانم بن علي بن إداه المنصوري اللي تدخلت في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا، هكذا المسار، هكذا الشعارات المتقدمة. نعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، تحديات مثيرة مع اليافل. اليافل عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى يقدم لنا اليافل في هذا الانطلاق في هذا المسار. زعفرانة حضرت، زعفرانة انطلقت، علي بن راشد بن متعافي المنصوري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الاسم الكبير، الاسم العملاق في عالم سباقات الهجن، زعفرانة. ومن لا يعرف زعفرانة في كافة انطلاق
بساقاتها المركز الثالث. الله يا خداعة، وصلت خداعة. سالم بن عبد الله بن مصبح راعي طيره العامري ياتي في هذا المسار، وهناك فرح سلطان بن حديب بن مصبح الاكتبي في هذا المسار، ياتي في هذا الانطلاق الجميل. حفلة بدليلة وصلت، حفلة بدليلة سعيد بن حمد بدليلة العامري ياتي في هذا المسار في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام لمن ناموس هذا الشوط، لمن الانتصار، لمن تحقيق نقطة جميلة ومميزة في هذا الانطلاق في شوط المحليات. في شوط المحليات هجن الداري والاستقرار دائما في انطلاقاتها وقوة تحملها نحو الانتصار، ولكن البداية هنا الصدارة والمقدمة. اليافل اليافل يفلت اليافل، وهي يافلا على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول. عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى ياتي في هذا الانطلاق. المركز الثاني زعفران علي بن راشد بن متعاف المنصوري اللي محتل المركز الثاني في هذا الانطلاق. حفلة خذت المركز الثالث سعيد بن حمد بدليلة العامري هنا في هذا الانطلاق، ولكن أشوف اللي وصلت مياسة. مياسة وصلت، مياسة سلطان بن عبد الله بن ميلان القمزي ياتي في هذا الانطلاق. تحرك الجميع، تحرك الشعارات، تحركت الأسماء، السجلات الذهبية، الكيلومتر الأخير يا أهل الإذاعة، الكيلومتر الأخير يا أهل المحليات. جائزة زايد الكبرى على الأبواب هنا، أسير إلى المقدمة اليافل. ما زالت اليافل، ما زالت اليافل. عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى، يا بن عيسى مع اليافل، روح روح إلى الناموس، إلى الانتصار. منصة الوثبة بانت، منصة الوثبة بانت، والناموس محتار ما بين حتى هذه اللحظات. زعفران أخذت المركز الثاني، علي بن راشد المتعافي المنصوري أهالي الوثبة المركز الثالث. القادمة مياسة، سلطان بن عبد الله بن ميثان القمزي القمزي يقدم لنا مياسة، يقدم لنا مياسة. حفلة هناك الواصلة سعيد بن حمد بدليلة العامري ياتي في هذا الانطلاق، ولكن أشوف المسكة، أشوف المسكة. عوض بن مبارك بن سعيد المهيري وصل الخبير، وصل بن مبارك هنا يقدم لنا المسكة، ولكن البداية والمقدمة. الله يا بينونة، الله يا بينونة، الله يا بينونة. ما بين بينونة والمسكة، ما بين مينونة هناك أيضا بينونة والمسك على الصدارة هلولة، ولكن المسكة، المسكة على الصدارة هلولة. الله على هذا العرض، الله على هذا الأداء الجميل. عوض بن مبارك بن سعيد المهيري مشكور يا الخبير، مشكور يا أبو مبارك هنا. ما إن شاء الله شكل جميل ومميز على البداية. المركز الثاني هناك ايضا وصول من هنا سعيد او مبارك بن سعيد بن قراء المنصوري اللي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصول من اليافل عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى، والمركز الرابع وصول وتقدم من مياس سلطان بن عبد الله بن ميثان القمزي، والمركز الخامس وصول وتقدم هنا ايضا من اليمامة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، أعود إلى التوقيت الزمني هنا في هذه اللحظات 9:23 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعوض بن مبارك بن سعيد المهيري على فوز المسك هنا أيضا بهذا التوقيت. المركز الثاني وصول وتقدم هناك أيضا بينونة مبارك بن سعيد بن قران المنصوري اللي احتلت المركز الثاني 9:24 ست أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر هنا والتوقيت الزمني 9:24 لحظات الوصول وسبع أجزاء. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا ايضا وصول من اليافل عبد الله بن علي بن محمد بن عيسى. هكذا النتيجه في هذا الشوط، فتهانينا والناموس لكافه الفائزين.